شكرا السيد الرئيس المعزولات بحكم استئنافي. خليني نكمل الله يعطيك. انا قلت السيده الرئيسه المعزوله بحكم استئنافي، هذه الاولى. اما ثاني حاجه السيده الرئيسه سمعينا مزيان، وخص تكون عندك رحابه الصدر وتقبل الامور، لان السيد عنتر السيد الرئيس اللي كان ملي كنتي درت واحد الناقه في فمك راه كان كيعطيك القلب وكيعطيك الوقت باش تعبر على الراي ديالك، هذه الاولى. السيدة الرئيسة المعزولة، لما نريد معاينة هذا الطب القانون، هذا أي واحد مفوض قضائي الشيخ ولا الصاحب ليه سيدي المعاينة، المعاينة ماشي هي تجي خارج كلمات، المعاينة تتم بالإحالة على تواريخ الحيات المستشار. شويه غنسمعوا الصوت ديال الحاج. الحاج السيده الرئيسه المعزوله، تتم المعاينه بالاحاله على توريث الغياب بالنسبه لكل مستشار. لا يمكن للرئيسه المعزوله ان تقوم اليوم وتقول لنا فلان نقوم بالمعاينه، انت لا عينتي، احنا ما عينناش. انا كنطلب منك تسجلي في محضر الدوره انه لن تتم المعاينه بالتواريخ، لاننا انا عندي اليقين ان السي عنتر والسكسار بالخصوص هذو ما تغيبوش خمس دورات او ثلاث دورات متتاليه، لان القانون والحكم الاستئنافي بطل الجلسه اللي تم فيها التنصيب ديالك، ماشي انتخاب، تنصيب. علاش؟ هذا التنصيب ديال اراده المواطنين، لان ما كانش عندك الاغلبيه، واليوم التعرض ديالك متصويت لان ما عندكش الاغلبيه. هادشي كله راه بقا يدير محبه، القانون راه سالم الفلوس ديالو، راه سالم المجرى ديالو، القضيه راه حكمت في المحكمه حكم استئنافي قطعي. انت كتثبتي الكرسي بحال شي واحد بغي يخدموه، راه السيده الرئيسه راه من نهار جيتي المعزوله بيان سور، من نهار جيتي لدابا راه ما درتي والو، كنتحداك تجيبي شي حاجه درتيها. راه حنا خويناك السيده الرئيسه المعزوله بمن حضر، سمو الرئيسه بمن حضر، حنا ما بغيناش ندخلوك هذاك موقف سياسي ماشي موقف جمال باش تدخلها راسك. اما السياسه بزاف عليك، لان كاين شي حوايج في السياسه خصك تعرفيهم. اليوم علاش جبتي كتقد ديال الاقاله؟ هذاك الهروب الى الوراء. علاش؟ لان باغا تقيلي شكون؟ باغا تقيلي الاعضاء من حزب العداله والتنميه. حشو معاك هذيك الاباجيدي ديال السياسه، هذوك راه الاخوان ديالك اولا. ولا باغا دير الاقاله خصك راسي، لا باغا دير الاقاله خصك دير الاقاله كاع المستشارين المنتخبين بما فيهم انت، بما فيهم انت، حتى انت كتغيبي. شوف وانت تبتي انا نغيبو، انت انا انت كطلب مني هي تثبت انت غيبتي، وتبتي انا نغيبو تبتيها، لازم تبتي ان الناس غيبو. هذه النسبه. اما الماده 69 اش كتقول؟ تتم المعاينه ويقرر المجلس بالمبرر القرار المجلس. باش كيكون؟ إذا ما كنتيش قاري القانون قاري لك، لان هذاك اللي كيمتلك القانون راه ما قاريش، مع العلم انه كيمتلك واحد المهنه. المهم القانون كيقول لك يقرر المجلس، القرار المجلس كيكون بالتصويت وكيكون اغلبيه او كيكون الرد، يا قبل يا رفض. وما كاينش شي قانون في شي دوله ما كيسمحش المستشار تجي ديرو اليوم تقول له غنطردك ولا غنخيبتي وخليني وراه شحال هذا الفقر. السيدة الرئيسة ما يمكنش تطلب من شي واحد تقول له اليوم غنعزلك وما يدافعش على راسو، ما تقولش له اليوم غيبتي هو راه ما غيبش، راه ما يمكنش. السيدة وقفت عليه فرانكو ما دارش هادشي، انت اليوم انت عاد فرانكو اللي كان ديكتاتور ما داروش، انت اليوم انت الديكتاتور اللي كيعطي علاش؟ لانك انت كتنمي واحد الوعي قصير، ما عندكش الوعي السياسي والنضج السياسي بزاف على تبيسي ديك البلاصة. شي سي حسن عنترة برد علينا اليوم دبنا. انت لا تسالني شيئا امام ذاك الرجل، عرفتي علاش؟ انا نقول لك لا لا مازال مازال باقي مازال. السيده الرئيسه المعزوله انت اسكت، انت قبل ما نكون اسكت 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 اسكت
انت يا غادي تمشي وحنا مازال هنايا. عقلي